في الموضوع بانقضاء الحل لرؤية الحكومة وتصفية أموال وحيلولات إلى الدولة. تباينت آراء السياسيين بشأن قرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات المقبلة، حيث رحب عدد منهم بقرار المحكمة واعتبرته انتصاراً لإرادة الشعب المصري، فيما اعتبر آخرون أن الحكم فضفاض ويحتاج إلى مزيد من القوانين التي تثبت ارتكاب جرائم على أعضاء الحزب الوطني. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب، ومن ثم لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، لذلك كان حل الحزب عام 2011، وذلك استجابة للاحتجاجات الشعبية التي أدت بدورها أيضاً لقرار منع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين في إبريل الماضي للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة. تلك الأحكام أثارت تبايناً وجدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، فهناك من يؤيد وهناك من يرى أنه مجرد تحصيل حاصل، وهناك من يرفض مبدأ الإقصاء والعزل السياسي استناداً على الدستور والقانون، حيث قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن الحكم لن ينفذ وليس من اختصاص محكمة القاهرة، ومن حق أعضاء الحزب الوطني والإخوان وكل مواطن أن يترشح وفقا للدستور والقانون. وقالت النائبة مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار إن رغم رفضها لمبدأ الإقصاء إلا أن أحكام القضاء لابد من احترامها وتنفيذها أو معارضتها بالشكل القانوني. وقال الخبير الدستوري المستشار نور الدين علي عضو هيئة قضايا الدولة إن الحكم به مخالفة صريحة للدستور الجديد الذي لم يمنع أحداً من ممارسة حقوقه السياسية. وهناك من يرى أن الحكم صدر في وقته ليحمي البلاد من عودة رموز الفساد والاستبداد لاحتلال صدارة المشهد السياسي مرة أخرى. على الجانب الآخر، أثار حكم المحكمة استياء عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل الذين أعلنوا عن نيتهم للطعن على الحكم. جدل ما بين مؤيد ومحتج فيما يتعلق بحكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع أعضاء وقيادات الحزب الوطني من الترشح لأي انتخابات. الذين يؤيدون الحكم يؤيدونه من منطلق أنه أعضاء وقيادات الحزب الوطني أفسدوا الحياة السياسية، والذين يعترضون عليه يعترضون لأسباب متعلقة بحقوق الإنسان في ألا يعزل سياسيا. هناقش هذه القضية مع ضيوفي أستاذ البدر فغالي عضو مجلس الشعب السابق. أستاذ البدر أهلا بيك. أهلا بيك. وأستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق أيضا. أستاذ حمدي أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. وأستاذ عمر هريدي المحامي بالنقض وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل لأنه تم حله. أهلا بيك. ما خلاص بقى بديناها منحل، هتبقى اهلا بيك ازاي؟ انا لا حضرتك تعبير قانوني. لا مش لا هو لا حضرتك التعبير ده خاطئ يا استاذ وائل. تصحيحا بقى، المستشار مجدي العجاتي عندما اصدر حكما بالحزب الخاص بالحزب الوطني هو قال بالظبط كده انقضاء الحزب الوطني، وفي التقرير قال كده، فما اصبحش منحل
واخبال حيطك المنقضي؟ لا مش المنقضي، لأنه القانون لم يتضمن هذا النص، وده كلام من ضمن الحاجات المشوائب. طيب خلينا لكن ده فيما بعد، لكن منحل طيب. دي أصل حضرتك دايما يعني دايما المستمع بيشوفها من منظور كده واخبالك يرتبط بالناحية الأخلاقية، فخلينا حضرتك نتكلم في حزب الوطني السابق واخبالك. وأنا خلي بال حضرتك برضو تصحيحا للوضع، أنا حضرتك أي معلش لا ما نوضح بقى هو الحزب المحلول. لا لا مش المحلول يا بيه، لا حمدي بيه معلش لا احنا لسه بنبدا. انا لا معلش انا حضرتك اصل احنا دول ثلاثة وانا واحد بس حسب الموجوده قبل ما تعرف استاذ ثروت. انا حضرتك عضو مجلس الشعب عن دايره البداري، ناجح في 2005 مستقل، انضميت للهيئه البرلمانيه للحزب. طب انت بدات المناقشه انا لسه عايز اقدم لا لا الجزء ده معلش لا ما اصل انت دخلت فيها دخله لازم اوضحها. انا ناجح في 2005 مستقل تمام، وانضميت للهيئة البرلمانية طيب. للحزب الوطني معلش انضميت للهيئة البرلمانية للحزب الوطني مش عضو فيه، أنا انضميت للهيئة البرلمانية لقضاء مصالح دايرتي. أنت كنت وكيل اللجنة التشريعية أبداً أبداً حضرتك أنا حضرتك ده انتخابات أجريت داخل اللجنة التشريعية وداخل كل اللجان طيب. وحضرتك أنا أحوز ثقة نواب مصر كلها سواء شعب ولا شورى. طيب خلينا أقدم أستاذ ثروت إبراهيم بسرعة قبل ما ياخد مني الكلام تاني سكرتير بمجلس الدولة وهو متداخل في الدعوة والمتعلقة بحل الحزب الوطني. أستاذ ثروت أهلا بيك. أهلا وسهلا فيك. طيب أستاذ البدر عايز أبدأ معاك، ليه تؤيد حكم بمنع أعضاء وقيادات الحزب الوطني من خوض أي انتخابات؟ أليس ذلك انتهاكا لحقوق المواطن في أن يباشر حقوقه السياسية؟ لماذا نعزله؟ لا ده صحيح هو انتهاك. هذا الحزب هو صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالحزب، هو حزب سوابق. هذا الحزب ارتكب جنايات ضد الشعب المصري، جنايات وأعمال إجرامية، جرف الأرض المصرية، جرف يعني ما خلاش طمي فيها، خلاها على الرمل. وبالتالي هذا الشعب العظيم الشعب المصري لما يقعد 30 سنة كل ثرواته، هذا الحزب كان مخه فاسد. أنا ما أتكلمش على أعضائه، مخ هذا الحزب من الفساد، جعل الشعب المصري بطالة وفقر وكساد واقتصاد منهار، باعوا القطاع العام، حتى الأراضي اللي ورث لها من الفراعنة من 7000 سنة وزعوها على بعض، لم يترك شيء حتى نقطة واحدة للشعب المصري حتى يشفق على هذا الحزب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انتوا بتتكلموا على الحزب الوطني ليه؟ مين قالك ان في حاجة اصلا اسمها الحزب الوطني؟ هذا الحزب قائم على جهاز امني، مباحث امن الدولة هي الحزب الوطني الحقيقي، ولا يمكن ان يتم اختراق البرلمان أو الشورى أو حتى النقابات أو أي هيئة من الهيئات إلا بموافقة مباحث أمن الدولة. وبالتالي لما تتكلمنا على حزب سياسي، من قالك ده حزب سياسي؟ من قالك إن ده تنظيمي؟ أبدا. وبالتالي محدش يزعل، أنا مش مع التعميم، مش مع الإقصاء، لكن أنا مع إن من أجرمه في حق هذا الشعب لا يجب ان هم يعودوا تحت اي تسمية. هذا الماضي الكريه لا يجوز ان يعود مرة اخرى حتى وان كان تحت تسميات مختلفة. ما حدش يعني هو حضراتكم يا الحزب الوطني يا الاخوان، هو الشعب المصري لم يعد امامه سوى اسوأ انواع الامراض اللي موجودة على الكرة الأراضية. إخوان يا وطني، مين قال لك الكلام ده؟ وبالتالي أنا مع استثناء كل القواعد الحزبية للوطني، لأنهم مواطنين عاديين لم يرتكبوا أي جرائم، لكن الدماغ الفاسدة دي احتوا ليه مصممين على إن هي لها حقوق إنسان؟ هو حقوق الإنسان للفاسد وللإخواني، والشعب المصري ملهوش حقوق؟ يعني الفار اللي انتشر ده دول مش بني ادمين لهم حقوق؟ يعني الثلاثة أربعة مليون شاب اللي بدون عمل مش ده حقوق انسان برضه؟ يعني مصانعنا اللي اتباعت هدايا، اللي اتوزعت هدايا دي مش حقوق؟ ولا الحقوق
ازاي احافظ على الفاسد يبقى له حقوق انسان؟ الاخوان لا، انا بقول لسيادتك اكبر عدوين للشعب المصري الان هذا الفكر الفاسد اللي قاد شعبنا نحو العذاب والالام والجماعه الاجراميه اللي موجوده الان. ما حدش يضللنا، نحن نبحث عن شمس، احنا بندور عن شمس. ما تقوليش بقى يا استاذ وائل منحل لا مقضى عليه، لا ضرب ليه هذا الحزب هذا اصل منحل بيفهمونا انحلال اخلاقي وسياسي. لا ده انت بتقربه كمان، ده لما تقول له منحل ده يبقى تكريم له. انت ما تعرفش عم البدري. لو سمحت استنى لحظه واحده يا عم البدري، انت بتكلم عمر هريدي على مهلك، انت تقصد ايه بالكلام ده؟ بس لحظه لو سمحت يعني بتوجه كلامك ليه عشان ارد عليك ولا بتتكلم في العموم؟ انا برد عليك. لا قول لي بس كده، انت بتتكلم في العموم ولا بتكلمني انا؟ انا الحزب انا بتكلم. ايوه بص لي كده عشان تعرف انت بتتكلم مع مين. انا يا استاذ عمر ايوه كده، احنا قرايب وانا مش عايز اخرج بره حدود اللياقه. وانا صعيدي زيك. ايوه احنا بلديات مش صعيده بس. ايوه احنا عايزين نستقل عن البلد دي خالص بسبب الحزب الوطني. انت شفت حد صعيدي حرامي؟ زعلان ليه؟ ايوه ازعل على الصعيد اهلي، ازعل على الصعيد كل الحراميه من وجه بحري، كل اللصوص في مصر من 52 حرامية، كل اللي موجودين في المحاكمات الصعيد اشرف من اي حد. انت عارف كده كويس، فما تعممش في الكلام، ما تعممش في الكلام يا بيه. لما تتكلم عن الصعايده وانت منهم لازم تحترم الصعايده. وانا قلت الصعايده حراميه. طيب قول لي مين، قدم في المحاكمه من الصعيد؟ طب وانت ايه اللي حشرك؟ انا ما انا هنا، انا هنا ايه؟ عمر هريده منين؟ في مجتمع من الزمالك انا ولا ايه؟ لو سمحت انا من البدار يا بيه. استاذ عمر هنعمل قواعد للحوار ولا نقعد نزعل؟ لا يا بيه التعميم لا اقبله. لو سمحت اما يجي دورك يبقى اتكلم. التعميم يا عم البدري لا اقبله. وانت عارف انا بقول لك يا عم البدري لازم اخلص كلامي. خد يا بيه راح بس نوصل فكرتك. لو سمحت لكن عند الصعيد انت بتساوي، انت بتساوي. لو سمحت اعمل بس نقطه، مفيش حاجه اسمها الحراميه في واجب، مفيش مجتمع ملائكي. لا مفيش مجتمع ملائكي. ودي بدايه انت مين عشان تتكلم الهويه دي؟ الهويه دي حضرتك احنا بنشرك الهويه المصريه. انت مين عشان تتكلم؟ انا عمر هريد الصعيد يا بيه. ما تتكلمش باسم الصعيد. لا اتكلم باسم الصعيد كله يا بيه. باسم نفسك. انا لا تتكلمش باسم الصعيد. لا انا رمز للصعيد يا بيه وبتكلم باسم الصعيد. بس اكمل في الموضوع. ما لما تقول لي مين اتقدم للمحاكمه الصعيد اقول لك مفيش حد. بتشوش عليا يا استاذ عمر. لا ما بتشوش عليا. انا قفلت على كده. اتكلم وانا ما حدش هيقطع. اتفضل يا بيه اتفضل. ده عايزين نبقى بس في ادب التعميم يا استاذ حمزه. بص يا بيه ما تقاطعش حد. اتفضل يا عم. عايز يقول كلمه سمحت لي. انت بتساوي بين الحزب الوطني والاخوان؟ لا سمحت لي. انا بقول اولا الاستاذ عمر هريدي انا اعرفه وعشت معاه كتير. انا لم اقصد ان انا بتحدث قدام عمر هريدي، وهو حتى نفسه في اول كلامه تبرع وقال ده انا ناجح مستقل، ده انا مش منهم، ده انا كنت عضو في الهيئه البرلمانيه. لا بس ده ليس صحيح. ايد نظيفه وصفحيه نظيفه وردائي ابيض. خلينا نتكلم يا اخي. اتفضل عم بدر. انا يا استاذ وائل بقول قواعد الحزب الوطني في المحليات في المقاهي في النقابات دي ناس ما اجرمتش في حاجه، عشان كده بقول لسيادتك التعميم خطا. انا بقصد المخ يا اخي الصعيد. انا بقول لك اهلني صعيده. ايه علاقه انا بودي انا بس ما انا عاوز اتكلم يا اخي. هو عشان صعيده هيتكلم باسم الصعيد؟ ماشي. لا يا طبعا يا بيه. لا انا ضد الصعيد كله شرفاء يا بيه. لا اذا كان هناك فساد من 52 لحد النهارده مفيش واحد صعيدي حضرتك قدم لمحاكمه او قدم ليه اتهام. من حقي ان انا افتخر بصعيديتي، من حقي ان انا افتخر ببلدي. طبعا يا سلام اولى لسنه 163. مين يا عمي فين؟ لا بقول لك ايه يا استاذ. لا مين هو ده؟ الراجل سعيد. لا يا بيه مين قال لك انا كده؟ القضيه بتتحول لحاجه ثانيه. لا يا بيه استاذ بدري بس قبل ما اتفضل يا عم البدري. انا بقول لسيادتك انا بص انا لا اتبرى ان انا صعيدي خلاص. انا صحيح من مواليد بورسعيد لكن انا صعيد. انا مش قضيتي بقى يا انا بس عشان ما غلط مع الناس. كيف وجه بحري؟ لو سمحت لي. شياطين وفي اصحاب خير في الصعيد يا استاذ. شر وخير مفيش مجتمع ملائكي يا استاذ. ومفيش حد يدعي انه يتحدث باسم اهل بحري ولا اهل الصعيد ابدا. عايزين نبطل الحكايه دي يعني يا استاذ وائل. لانه الحقيقه الاستاذ عمر بيتكلمني كانه
متحدث باسم الصعيد. يا استاذ خلينا في قضيتك. كمل بقى لو سمحت. ليه بتأيد منع قيادات الحزب الوطني واعضائه من خوض اي انتخابات؟ على الاجرام اللي مارسه هذا الحزب على الشعب المصري. واحب اقول لسيادتك يعني حتى وجه ابلي كله حجم الفقر اللي فيه قد ايه؟ ما عملش منشآت فيه ابدا، ترك البطاله فيه تاكله، يعني عاوز اكتر من الصعيد دفع الثمن غالي في ال 30 سنه بتوع الحزب الوطني. سيادتك اسال كل الصعيد كله، انتوا عشتوا في رفاهيه في ظل الحزب الوطني؟ عشان كده بقول لسيادتك انا مع المواطنين المستطاء اللي كانوا اعضاء في الحزب الوطني، لكن مانيش مع المخ اللي نهب اللي هي القيادات بتاعته البرلمانيه والشورى والعليا وامانه السياسات اللي دمرت هذا المجتمع، واولهم اللي دفعوا الثمن اهل وناس بقى اللي في الصعيد اللي محدش دفع عنهم. يا استاذ وائل، دول ما بنوش مصنع واحد في الصعيد، ما بنوش مشروع واحد في الصعيد. حتى نجح حماد الالومنيوم العملاقه دي عمله جمال عبد الناصر، ما عملوش حد تاني. وبالتالي هذا الحزب مارس اعمال اجراميه ومارس اعمال سلب ونهب على الشعب المصري. انا مع مش اقصائه، ده انا منع حتى تجريمه كمان واقصائه، لان انا بقول لسيادتك انا لست مع المخ اللي دمر هذا الشعب وخلاه بهذا المستوى. لكن قلت ثلاث مرات بقول لسيادتك قواعد هذا الحزب ناس شريفه في المحليات في النقابات في اي مكان اخر، ودول اهلنا ودول ناسنا، انا بادافع عنهم. وحاله الفقر السائده الان في المجتمع هي نتاج لسياسه هذا الحزب، وما نعيشه الان قدامك دلوقتي اهو هي نتيجه طبيعيه لما قام به هذا الحزب من سياسات قامت بتجريف في الوطن كله. هو زعلان ليه؟ بيدافع عن مين؟ بيدافع عن اللي سلبوا مصر؟ يا اخي دافع عن اهلك وناسك. ما تشوف اهلك وناسك. انت هتسيب لي يا عم البدري ان انا بدافع عن اللي سرقوا مصر؟ اذا كنت انا بتبرأ من اللي سرقوا مصر وبقول احنا ما عندناش حد من الصعيد اتهم في قضيه. يا استاذ عمر لو سمحت عايزين، لو سمحت انا مش جايبك هنا متحدث باسم الصعيد. بس سعادتك معلش، في اجيب لك ملايين في الصعيد ضدك، وانت تعلم تماما ان الاحزاب السياسيه من 52 يا استاذ وائل لحد 2011 هي الناس كلها بتتكلم. طيب استاذ بدر، العائلات هي العائلات الكبيره اللي في الصعيد هي الحزب كان بيسعى ليها. استاذ عمر لو واحنا حضرتك كنا بنسعى لهذا النظام الحاكم، انا بكمل لحضرتك، بنسعى لهذا النظام الحاكم عشان نخلص مصالح ناس، لان في مركزيه في اداره الامور داخل الدوله. الكلام ده يا جماعه نقعد نتكلم كده يا استاذ عمر لو سمحت. لو استمر الوضع كده هطلع فاصل. لا اتفضل يا سؤال، اتفضل كده حرام. لو سمحت خلينا في صميم القضيه. مش عاوز، خلينا اسال بس. بعد إذن حضرتك فضل. أنا جاي هنا كرجل قانون، رجل محامي، عضو مجلس نقابة عامة سابق، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، عضو مجلس شعب تشريعي قبل كده. أنا طيب. جاي أتكلم في حكم عضو حزب وطني لا مش عضو حزب وطني. طيب. ما ده اللي عايز أوضحه لحضرتك. طيب. خلاص أنت مش عضو حزب وطني. لا يا بيه هرد على سعادتك عشان الناس ما تقولكش بيتنصل. طيب. ما أرد. طيب ما هو أنت لازم تاخد الجزء عمر بس بعد إذن حضرتك. أنا بيه أهو أنا جاي لك بمستندات الحمد لله. طب يعني انت شايف الحزب الوطني عار لا يجب ان تنتمي اليه؟ من 52 نظام الحكم الحزب الواحد عار على مصر، مش الحزب الوطني بس، من 52 حتى. انت معارض لده وما كناش بنشوفك يا بيه برضه. لا مش معارض يا بيه، انا بص حضرتك يعني انت موافق على الحكم؟ اذا انت موافق على الحكم؟ لا برضه لا مش موافق بمنع. لا يا بيه لما تكلم راجل قانون، لما تكلم راجل قانون خليني بقى في الحكم. ايوه ما انا بتكلم في الحكم. لما تكلم راجل قانون لا، وانا بكلم قطب من اقطاب الحزب الوطني. مين؟ لا يعني عمر غريب يوصف دائما بانه الساعد الايمن لاحمد عز. ده كلام بيه كله في المتناول، كله ده في المرسل والمطلق. انا هسالك وانت تجاوب. ما انت حضرتك بتسالني بعد ما بيتوجه الكلام. طيب. فانا برد عليه. انا هسالك وانت. انا راجل نجاح. اسالك بس. طب اكمل، ما انا هرد عليه. طب لماذا تعترض على منع اعضاء وقيادات الحزب الوطني؟ انا اعترض من وجهه قانونيه، خوض اي انتخابات. انا اعترض من وجهه قانونيه. لكن سياسيا موافق؟ يا سيدي يعني موافق على انه الحزب افسد الحياه السياسيه؟ لا بيه مش كده. لما حضرتك نتكلم في الدستور وفي القانون
وده فيه القانون فيه صفة التجرد والعموم، يخاطب الجميع، ما بيبصش للإخوان ولا بيبصش للوطني ولا التجمع ولا اليسار. عندما يصدر القانون من السلطة التشريعية سواء كان رئيس الجمهورية بقرار بقوة القانون أو من مجلس نواب، فهو هو قانون مجرد يخاطب الجميع. فأنا النهاردة بتكلم في قانون الأسواق. طيب، لكن برضو لازم أرجع. لماذا تعترض لا على منع أعضاء وقيادات الحزب؟ أنا أعترض على صدور حكم للأسباب الآتية. واحد، تفضل. تمام، قانون بقى حضرتك عشان ما يبقاش كلام في السياسة بس. واحد، هذا الحكم صدر من محكمة غير مختصة. والله أنا قايل الصعيدة عنه، إيه رأيك؟ إيه؟ والله لم كلم الصعيدة عنك يا عم، هما الصعيدة قاعدين بيتفرجوا عليه وعليك. قضية بس، مش صعيد، مش عايز سمر. خلينا في الموضوع. هتكلم حضرتك، لا داعي للتمسح في الصعيد عشان تقول يا ايه ما تمسحش. ده بيلحق، ده بيسيل الصعيد. يا بيه ده انا اسمي هريدي، هريدي ما ينفعش يكون من حتة تانية غير الصعيد. وانا فرغلي، لا انت مش بتتكلم في الصعيد ولا تركي، انا فرغلي. مفيش مجتمع ملائكي يا باشا، انا نائب امة. مفيش مجتمع ملائكي، ما انا ما قلتش. ما تقوليش مفيش حرامي في الصعيد. لا يا بيه، وفي بحري في حرامي، وفي القاهرة في حرامي، وفي كل حتة في حرامي. مفيش مجتمع ملائكي. تمام، لكن لا، خلينا بقى ندخل في الموضوع. المجتمع الملائكي في العمل السياسي، انا مع انه الصعايدة كلهم ولا واحد وجه له اتهام بسلب المال العام او التعدي عليه. ده اللي انا اشرف بيه من كل النواب شعب وشورى وكل قواعد الحزب القديمه. طيب، وانا معترض على اللي انت بتقوله ده. قول حضرتك، العبره بما قدم. العبره بما قدم الى مكتب النائب العام من قضايا وما الى ذلك. كل المجتمعات. طيب، لماذا المدينه الفاضله ليست هنا؟ لماذا تعترض على منع اعضاء وقيادات الحزب الوطني؟ يعني الحكم الذي صدر. اذن لي بعد حضرتك اتكلم قانون. اذن لي بعد حضرتك دقيقتين اتكلم. طيب ما تفضل. واحد، انا بتكلم على حضرتك على حكم صدر من محكمه غير مختص. اولا في البدايه كراجل قانون لازم اقر مبدا انه لا يجوز التعليق على الاحكام القضيه. لا يجوز التعليق على الاحكام القضيه. خلينا نتكلم حق قانون. تفضل. لكن احنا هنتلمس الحقائق وليس الخوض في هذا الحكم، لانه هذا الحكم بما نص عليه وبتحفظي عليه لازم اضرب له تعظيم سلام كراجل قانون واحترمه واطعن عليه بالطرق التي رسمها القانون. لكن خلينا حضرتك بقى نفصل القصة دي من بدايتها لنهايتها. لأن أنا المرة الحلقة اللي فاتت أنا قلت لحضرتك إن هناك مؤامرة في هذا الموضوع. وقلت لحضرتك كرجل صحفي يهمك إنك تعرف هذه التفاصيل. فتسمح لي إن أنا أقول الكلام ده على الرأي العام مع التحفظ على الأسماء دون ذكرها، لأنه من حق أي واحد يذكر اسمه إنه يجي قدام حضرتك ويتكلم. تفضل. واحد، 2009 دعيت كشخصية عامة ل افطار سحور في فندق الفرزين، احد رجال الاعمال الوافد على مصر وهو مصر الجنسية يحمل الجنسية القطرية بيعرف نفسه لإيه؟ للوسط في مصر. ومن هنا نشأت علاقتي مع هذا الشخص اللي انا مش هذكر اسمه في الوقت الحالي. تمام. استمرت هذه العلاقة الى ان قامت ثورة 25 يناير. في صيف 2011 هذا الشخص المصري الذي يحمل الجنسية القطرية التقيته في احد فنادق الزمالك في الماريوت عشان ما نذكرش اسماء. وطلب مني طلب، قال لي احنا انا بأدير اموال الامير انذاك اللي هو السابق حاليا في مصر. الامير حمد بن خليفة. تميم بقى. لا تميم لا، هو بيتكلم عن الاب حمد بن خليفة. انا بحكي لحضرتك المقدمة دي لان مرتبطة بالقضية اللي احنا فيها. فقلت له يعني ايه المطلوب؟ قال لي احنا عايزين نشتري اكبر كم ممكن من العقارات في مصر. فقلت له يعني ايه عقارات؟ يعني ما عقارات دي تنفع تكون عماره وتنفع تكون الف فدان وتنفع تكون مساحات مختلفه، حدد لي حضرتك انت عايز ايه. قال لي الامير عايز يشتري اكبر كم ممكن من العقارات في مصر. ده خلي بال حضرتك في صيف 2011، انا بذكر بس عشان التاريخ مهم قوي مع الساده المشاهدين. تمام، لانه ما فيش امر محدد بالنسبه لي وظروف البلد، فبعدت عن هذا الموضوع، ما نفذناش منه حاجه للامانه. في شهر 2، خلي بالك بقى حضرتك يا زوائل من الكلام ده، في شهر 2 2014، هذا الشخص اللي تربطني بيه علاقه بدات في 2009 جالي في مكتبي في جاردن سيتي وقال لي كالاتي: احنا عايزين نرفع قضيه مواصفاتها هي نفس القضيه دي، نرفع قضيه بمنع اعضاء وقيادات الحزب الوطني من الترشح. فقلت له طيب ليه انت ليه عايز ترفع القضيه في التوقيت ده؟ قال لي والله احنا عندنا رغبه في ان احنا نشير مشكله داخل الراي العام في الوقت الحالي، لانه اللي بيشتغل على الارض مع حمله
المشير، وانا عايز اتحفظ على الكلام ده لانه مصر كلها بتشتغل معاه عشان ما يبقاش فيه تخصيص، فاحنا عايزين نحط القنبلة بالمعنى ده داخل الشارع ده. ولما انت عمر هريدي اللي المفروض انك انت كنت عضو في الهيئة البرلمانية، وانا دايما بختار لفظ الهيئة البرلمانية مش الحزب، تمام، تطلع منك القضية وانت كنت بالامس القريب كنت بتترافع عن مجموعة الدأهلية اللي منعوا بحكم محكمة القضاء الإداري، هيؤكد ان هناك أجهزة أمنية قد دفعتك لهذه القضية، ومن هنا تحصل نوع من انواع اللغط داخل الشارع السياسي. وده الكلام اللي انا بقوله، انا عايز الأجهزة الأمنية تسمعه والنائب العام يحقق فيه عشان بس يبقى الكلام. بس خليني اقول لك، قول لي بوضوح هو يعني بيهدف ايه لايه. ما انا جاي لحضرتك هكمل لحضرتك. فانا قلت له طب النهارده اولا انت بتتكلم على محكمه وعلى حكم، انت ضامن منين ان يجي الحكم؟ قال لا احنا هناخد الحكم ده. فالكلام ده بدا انا يعني اتوجس منه خيفه، فكلمت احد قيادات الامن السابقين وقلت له حصل كذا 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 كذا. خلي بال حضرتك، عرض عليا في شنطه مبلغ 2 مليون دولار، بما يوازي 2 مليون دولار هو مليون ونص يورو، تمام، عشان اقيم هذه القضيه، وجاني كانت في شنطه لوي فيتو من نفس الشخص، من نفس الشخص ده، وهو يتحدث نيابه عن امير قطر. لا 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 لا، ما اقدرش اقول كده. إيه؟ انا بتكلم مصري يحمل الجنسيه القطريه، لكن ما ذكرش لا امير ولا غفير، لكن هو يدير اموال الامير في مصر. خلي بال حضرتك من الكلام. الكلام ده امتى بقى؟ الكلام ده في شهر 2/2/2014. كلمت احد القيادات اللي تربطني بيها علاقه، قلت له يا فلان بيه حصل كذا كذا كذا، ايه رايك؟ قال لي يا عمر باللفظ كده سيبك من الموضوع ده وابعد عنه. قلت له طب انت رايك ايه؟ قال لي انا يعني انا احيل التقاعد. فالراجل يعني اثر إيه؟ قال لي الموضوع ده كريتيكال حرج فابعد عنه خالص. فرديت على الراجل قلت له اوكي انا بعد اذن حضرتك، عفوا انا لن اقبل هذه القضيه، تمام. فوجئت، وهنا بقى نبدا نتكلم، فوجئت بايه؟ بأن القضية دي وصلت للقضاء. وصلت من مين؟ أنا جايب لحضرتك عريضة الدعوة، أستاذة تهاني إبراهيم عبد المنعم الصعيدي، مكتوب على البادج بتاعها المحامية والحارسة القضائية والمصفي ووكيل الدائنين. إذن هي لا تحترف مهنة المحاماة بشكل كامل. خلي بقى حضرتك من الحتة دي، أنا راجل محامي محترف لا أمتهن أي مهنة أخرى، أدي واحد. اتنين، الأستاذة تهاني الزميلة الفاضلة ليس لها خط سياسي ولا أيديولوجية، ليس لها خط سياسي ولا أيديولوجية. ممكن تكون مواطن شعر بأنه الحزب الوطني ماشي. إذا أخذت من هذا المأخذ، إذا أخذت من هذا المأخذ كان أولى بها أن هي ترفع دعوة بانقضاء الحزب الوطني، ترفع هذه الدعوة في أوقات مختلفة. هنفتش بقى، خلينا ليس دليلا يعني. ليس دليل، مش لا مش دليل طبعا، أنا لا أدينها، أنا بس بتكلم على إن هي لجأت لحقها في التقاضي و لجأت لحقها في نعلق بقى على مش الحكم بقى، نعلق على الإجراءات اللي تمت فيها. القضية دي يا أستاذ وائل حدد ليها جلسة 8/4. يا ريت حضرتك تسجل 8/4 أول جلسة لهذه القضية. عم البدري خلي بالك معايا عشان انت بعدت عني، يعني الصعيدة ظهر تعبوا لك دماغ ولا حاجة. ده تعبوك انت. لا ماشي يا عم، انت ما تزعلش، انت على طول كده. 8/4 يا استاذ وائل، 8/4 8/4 اول جلسة 8/4 تدخل الاستاذ ثروت، اللي هو تدخل مين هنا في الحكم؟ استاذ ثروت ابراهيم عبد العزيز اللي هو جالس قدامي، تدخل في جلسة 8/4. ومين محاميه؟ وده ايه ده، مدفوع من قطر برضه؟ لا انا ما اعرفش، لا لا راجل سكرتير جلسه في مجلس الدوله. لا لا انا لا اوجه اتهام لا لي ولا للاستاذه، انا بحكي حضرتك خلفيات، وانا انتظر تحقيقات الجهاز الامنيه في هذا الكلام. نكمل حضرتك، استاذ ثروت اللي قاعد جنبي اختار مين؟ اختار الاستاذ خالد صبحي عبد المهيمن المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، والمكتب بتاعه هو نفس المكتب بتاع الأستاذة تهاني، 2 شارع البربري من شارع مصر الأديبة. خلي بالك حضرتك من الحتة دي، نفس المحامي الذي يعمل مع الأستاذة تهاني في مكتبها هو نفس اللي مثل الأستاذ في الجلسة 8/4. اتأجلت لإمتى يا أستاذ وائل؟ ما فيهاش مشكلة يا أستاذ. معلش ما فيهاش مشكلة خالص. كل حاجة يا بيه، النهاردة لما تهديني في مكتبي، لما هتجيلي في مكتبي يا فندم. طيب ماشي، انا احنا كل اللي انت بتقوله ده، كل اللي انت بتقوله ليس دليلا على شيء. لا انا اكمل معلش، خد اقوالي للاخر وبعدين استنتج منها كما يشاء لك، اطرحها جانبا او خذ بها، تمام. تدخل الاستاذ ثروت جلسه 8/4، اجلت لجلسه 22/4
لسداد الرسم بتاع الأستاذ والإعلام بالتدخل بالنسبة لأطراف الخصومة. تمام؟ في 22/4 حضر أستاذ ثروت، حضرت الأستاذة تهاني، حضرت هيئة قضايا الدولة اللي هي النائب بتاعها، نائب هيئة قضايا الدولة، والتلاتة، وده ثابت في محاضر الجلسات، التلاتة طلبوا حجز الدعوة الحكم بحالتها، لم تقدم مذكرة دفاع، لم تطلب الدولة الاطلاع على هذه القضية، لم تقدم أي مذكرة. ماذا قدم في هذه القضية يا أستاذ وائل؟ تمام؟ قدمت حافظة مستندات، صورة ضوئية، والصور الضوئية ليست لها حجية إلى حد ما، تمام؟ بالأحكام اللي صدرت من المستشار مجدي العجاتي رئيس مجلس الدولة الحالي، أنا ذاك رئيس الدائرة، بانقضاء الحزب الوطني. وحجزت الدعوة للحكم لجلسة كام؟ 6/5. لما سعادتك اطلع على هذا الحكم، تمام؟ ده تأكيدا على كل الإجراءات اللي أنا حكيتها لحضرتك. نتناول الحكم وليس نعلق عليه. خلي بال حضرتك من الكلام عشان برضه هظل أنا منضبط في اللفظ حتى لا أخضع نفسي للمساءلة في مثل هذه الأمور. المحكمة حضرتك عولت على المحكمة الغير مختصة، الغير مختصة، المختص بمثل هذه الأمور هو القضاء الإداري. إذن المحكمة افتأتت على سلطة القضاء الإداري، دي واحد. والزميل سكرتير في جلسة، سكرتير جلسة في مجلس الدولة، وهو يعلم تماما أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة. أدي واحد. اتنين، كل ما كتب من الزميلة في عريضة الدعوة هو ما سطر في الايه في الحكم. القضاء الإداري حضرتك لا غير مختص، وانا مش عايز اتبحر في شرح الاسباب، يعني مش عايز ادخل واغوص في اعماق القانون عشان المشاهد، لكن خليني اخد العنوان انه غير مختص عشان ما نبقاش برضو حضرتك. طيب تعالى بقى حضرتك، الحكم ده انا بقول هو والعدم سواء، لكن قبل ما اقف عند النقطه دي يا استاذ وائل اشوف مين الذي اختصم في هذه الدعوه. السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد رئيس اللجنه العليا، السيد وزير الداخليه. هذه الأربع جهات يا أستاذ حمدي النهاردة أصبحت أمام مأزق على المستوى السياسي. إذا طعنت بالاستئناف على هذا الحكم، شوه النظام الحاكم الحالي المؤقت، وقيل عنه أنه يستدعي النظام السابق. إذا وده خلي بال حضرتك حكم منعدم. فالغرض من اختصام الأربعة دولة هو وضع النظام الحاكم الحالي في مأزق، لأنه لو طعن بالاستئناف وهو يعلم تماما ان هذا الحكم مش باطل، ده منعدم يا استاذ وائل. تمام. ونبدا نتكلم حضرتك بقى ايه في جزء. ولذلك انا وجهت انذار للسيد رئيس هيئه قضايا الدوله باسم احد الموكلين اللي هم زملائي اعضاء السابقين في مجلس الشعب باعتباره ينتمي الى الحزب الوطني، وقلت له هذا الحكم منعدم ومخالف للدستور ومخالف لقانون مباشره الحقوق السياسيه. واذا طيب انا اكمل بس، معلش عشان خاطر عشان بس دقيقتين. طيب اتفضل. دقيقتين مش اكتر وانتهى. انت قدام محكمه بتضرب. لا انا بكمل اجراءات. ده انا لسه كلام. طب بس انت ما قلتليش هدف قطر ايه من انها تبعد الحزب وهل في عدد كبير مش ابعاد الحزب؟ خلي بالك بس عدد كبير من المواطنين المصريين ربما يتبنون نفس المنهج، وان الحزب الوطني افسد الحياه السياسيه، وانه يجب على اعضائه وقيادته ان يختفوا من المشهد. فليه تحاول تقول انه ده قطر هي التي تقف خلف هذا الحكم؟ انا ما قلت، انا بقول حضرتك حكيت لحضرتك حكايه، وانا بطلب الجهات الامنيه ان تتحقق فيها بس. طيب ما هو انت بتقول لي انه بعد كده قدمت صدر الحكم، يعني بتربط بين هذا وذاك. طبعا انا دلوقتي اكمل بس، اكمل بقى حضرتك عشان بس اقول ايه هذه الغايه دلوقتي. يعني انا هتهم قضاء، هتهم قضاء، ما بتهمش قضاء يا قطر. لا ما بتهمش قضاء، انا بتهم الاستاذ ثروت وكل الذين تدخلوا في هذه القضيه بانهم قطر اشتريتهم. ما انت لو عرفت اللي تداعيات هذا الحكم كملها. طيب عشان تبقى اولا المحكمه الدستوريه يا استاذ حمدي، معلش يا بيه، معلش حاجه. لا انا المحكمه الدستوريه انا فهمت اللي انا قلته. ارست مبدا مستقر، وهو أن حق الترشيح وحق الانتخاب حقان لصيقان لا ينفصلان. طيب خلينا بقى عشان ما هي دي ايه اللي هيترتب على كده حضرتك؟ اذا مجموعه الاعضاء اللي في الحزب الوطني السابق ادلوا باصواتهم في الانتخابات القادمه، خلي بالك من الحته دي مهمه. اذا ادلوا باصواتهم في الانتخابات القادمه اصبح انتخابات الرئاسه مهدده بالبطلان. ليه؟ طالما الحقان لصيقان لا ينفصلان، اذا منعتني من الترشيح لازم تمنعني من حق الانتخاب.
واذا منعتني من حق الانتخاب لازم تمنعني من حق الترشيح وفقا للقانون. فاذا ما ادرج اسماء في قاعده انت عايز تقول لو انا منعت اعضاء وقيادات الوطني ملوش حق يصوت لو صوت في الانتخابات بكره الانتخابات. بعد ما يعلن النتيجه اطعن عليها بالبطلان استنادا لهذه لانه عدد كبير فوق ال 2 3 مليون انا مش متذكر الارقام النهارده لو ايا لا انا عايز اتاكد من قانونيه لا انا بتكلم في القانون انا بتكلم في القانون يا استاذ وائل اللجنه محصله في اعلان النتيجه ده بيتكلم في وادي ثاني يا بيه من حقه يطعن في الوقت الحالي طالما يا استاذ الفاضل انا فاهم انت بتكلم صح بص انا راجل كمل بعدين نص ساعه يا استاذ وائل لو سمحت لي يا سيد الفاضل يا استاذ وائل مش هنتكلم يوم نمشي طيب خلينا خمسه ساعه نتكلم خمسه ساعه نتكلم ماشي خد راحتك يا عم البدري استاذ ثروت سيد رسمي وادي اللي فاهم استاذ ثروت انت متابع يا جماعه بس عشان محصله لحد امتى يا بيه استاذ ثروت الله قبل ما اسال بعد اعلان النتيجه بس يا جماعه استاذ عمر وما قبل اعلان النتيجه من حق ان انا اطعن عليها قرار صادر منها وتقول لي صعيدي اهو ده طالع مش فاهم حاجه خالص لا عيب لا عيب يا عم البدري لا انا بص انت راجل كبير وانا بحترم سنك اما انا جاي لك بس يا بيه على على, على 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 عيني بس يا بيه على مهلك انا بحترم كبرك وشبتك كبرك مش راجل كبير ولا ايه وفقا لهذا الكلام لا مش كده لو سمحت بقى لكن لما تقول الكلمه دي لا لو سمحت ده انا احر انت راجل انت يعني مش عايز اقول لك كلام عيب يتخذ عليك صعيدي رسمي ما انت صعيدي رسمي وانا صعيدي ايه ما انا صعيدي ده انا رمز الصعيد يا عم البدر مش عارف انت تايوان لا مش تايوان يا بيه هريد يا بيه راس مصر في الصعيد كلها بموجب هذا الكلام اذا انت حصلت على اموال من قطر لكي تتدخل في هذه القضيه وإنه قطر هي التي تقف خلف قضية إبعاد أعضاء وقيادات الوطني من خوض أي انتخابات لأهداف كثيرة ومتعددة من بينها حتى أنها يمكن أن تهدد الانتخابات الرئاسية القادمة بالبطلان كما يقول الأستاذ عمر لأنه إذا منعت أحدا من الترشح يجب أن تمنعه من التصويت أبط كام بقى من قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أنا مواطن مصري بحب البلد دي وبعشق ترابها وزي ملايين كتير ما بتحب البلد دي ومن حق إن أنا غير عليها ولما أشوف خطر بيهددها على الأقل أحاول إن أنا أعمل حاجة يعني طبعاً الأستاذ عمر هو كده بيتهمني أنا والمحكمة لا تستنطقني بكلام بين قطر وبيني وبين المحكمة هو حضرتك الأستاذ عمر بيقول إن الدعوة اتحددت في 17/3 اتحكم فيها في 6/5 يبقى كده حضرتك معنى كلامه إنه في تواطؤ ما بين المحكمة وبين قطر وما بيني لا في سرعة في الإجراءات معناها إيه السرعة دي يا فندم هو ده حضرتك دي حاجة ولو في يا فندم دليل يقدمه سعادتك لو سعادتك لو في دليل إن أنا متواطئ مع اي جهه مش سعادتك يا استاذ ثروت انا قدمت شكوى في التفتيش القضائي بقول لك هو دخل في الدعوه كمواطن مصري انت مصمم على انه قطر تقف خلف هذه القضيه تمام انا عايز اوضح حاجه كمان يعني بصفتي مواطن انا غيرت على البلد دي فعلا والسبب اعضاء الحزب الوطني المنحل قاموا بالدعايه الانتخابيه من تقريبا من 4 شهور طب ما رفعش قضيه ليه من 4 شهور يا فندم هترد بقى بصفتي راجل في مجلس الدوله سكرتير محكمه في مجلس الدوله من 4 شهور اولا القضيه دي حاليا مرفوعه داخله في 2 يا استاذ عمر دي حضرتك تمام؟ جلسه 8/4 22/4 17/16/3 القضيه مرفوعه حضرتك من 4 شهور تقريبا شفت يا فندم الدعايه اتعملت من غير ما حد يطلب منهم ان هم يعملوا الدعايه دي دعاية لمين؟ طبعا لأحد مرشحي الرئاسة طبعا سعادتك فندم ده نفاق وكلنا عارفينه عضو مجلس الشعب سعادتك احنا ما بنشوفوش غير ايام الانتخابات انت ضد السيسي في الترشيح يعني؟ انا مع السيسي طيب ماشي عايز اسمعك كده انا اول واحد نزلت سمعني كده بس نزلت سمعني صلاة النبي كده وانت بتتكلم انت تفتش في النواة الراجل بيقول لك انا مع لا انا 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 بحب المشير عبد الفتاح السيسي للموقف الرجولي اللي هو عمله كل مصر بتحبه للموقف الرجولي اللي عامله مش انت بس يعني الامر ليس قصرا عليك سعادتك وده ده ده السبب الرئيسي في ان انا افكر في ان انا ارفع الدعوه ديت عرضت الموضوع على الاستاذه تهاني استاذه تهاني زميله من اكثر من 10 سنوات تحمست زي ما انا تحمست بالظبط
وابتديت ان انا اجمع مستندات الدعوه اللي هي حكم سياده المستشار مجدي بلعجاتي في 16/4/2011 والذي يقضي في منطوقه باحلال الحزب الوطني بانقضاء الحزب الوطني المنحل ومصادره ممتلكاته وايلولته للدوله. فخدت سعادتك المستندات من الحكم من الطعون ديت وقدمناها في الامور المستعجله. ده كان كانت صوره رسميه ولا صوره دوائيه؟ ده كان سعادتك. لا قول لي صوره رسميه ولا صوره دوائيه؟ من ايه يا فندم؟ من الاحكام دي جاي لسعادتك. حاضر ماشي حاضر. دي يا فندم بالنسبه حضرتك لتواطئي مع قطر. لا انا ما اتهمتكش يا استاذ. بص لحظه واحده ليه؟ انا لما اتهمك ده امر يخصني شرحته للراي العام. لا اصل انا ما وجهتلوش اتهام. ما وجهتلوش اتهام يا بهوات. انت بس انتوا ثلاثه علينا ولا ايه؟ بس يا عم طيب امال ايه؟ انا وجهت له اتهام. انت هتحملني ما لا اقوله؟ ابقى عقب عليه يا اخي. سيبه يتكلم. ما هو بيوجه. اعمل بدري مالك. ايه اسلوب الحوار؟ انت من الاول قلت لي كلمه انا هاخد العيش والملح عن الظهر. انت عملتها بجد. مش عارف يتكلم يا استاذ عمر. لو سمحت ده مش اسلوب حوار. محدش عارف يتكلم بسببك يا بيه. ما انا بعقب على مداخلات يعني. الحاجه الثانيه يا فندم بالنسبه للاستاذه تهاني اللي هي المحاميه والحراسه القضائيه زي ما الاستاذ عمر بيقول وكيله الدائنين على نفس البادج يا فندم. المحاميه بالنقد والاداريه العليا دي حاجه سعادتك. بالنسبه للحراك لعدم اختصاص المحكمه هو حراك طبقا لنص الماده 45 من قانون المرافعات يقر بان اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين اولهما ضروره توافر الاستعجال في المنازعه المطروحه امامه وثانيهما ان يكون المطلوب اجراء وقتا. يعني المحكمه مختصه. لا يا بيه لحظه. طبقا للماده لا يا بيه على مهلك. ده بيتكلم على المسائل المدنيه يا استاذ وائل. ده صح اللي بيقوله في منطوقه لكن لما تطبقوا على الحاله ده امر. ده اختصاص اصيل للقضاء الاداري اللي هو بيعمل فيه يا استاذ وائل. احنا مش في المحكمه. أنا مش احنا الناس والله. بتسمعنا. طيب خلينا خليه يكمل بس. ماشي يا بيتفضل. يعني مارستم قمعا 30 سنه. لا سيبك بقى. لو انا بقول لك يا ريس ثلاث ساعات. لا سيبك من القمعا. طيب. وما قمعنش. ده رؤوس النظام السابق هي اللي تسال عن هذا. احنا مالناش دعوه بالكلام ده خالص. اتفضل. رفعنا الدعوه يا فندم. يعني احنا ضد الحزب الوطني كله. عفوا اعضاء وقيادات الحزب الوطني واعضاء المجالس المحليه واعضاء لجنة السياسات من الخوض في انتخابات مجلس الشعب القادمه. وليس أعضاء الحزب الوطني. أعضاء الحزب الوطني النهاردة كل بيت في مصر. الأعضاء العاديين. ما أفسدوش ولا خاضوا انتخابات باسم الحزب الوطني. تمام سعادتك. 2010 خط باسم الحزب الوطني. يا باشا الوطني. أنا ما أكمل. طيب عايز تسمع. فإحنا سعادتك ما بنتكلمش عن أعضاء الحزب الوطني. اقرأ يا بيه. أدي استقالتي أهي قبل ما تقوم الثورة. واخبر حياتك أنا حضرتك ده أنا اللي اتعامل معاك. استقالتي إزاي؟ إيه؟ طب ما انت دخلت الحزب الوطني. ما انت دخلت يا انا لازم هو كان في اوتوبيس يا استاذ وائل. كان في اوتوبيس سياسي في مصر تركبه عشان تقضي مصالح. لحظه واحده. عشان تقضي مصالح الدوائر الفقيره اللي عندنا في الصعيد غير هذا الحزب وقبل منه الاتحاد الاشتراكي وقبل منه الحزب مش عارف مصر. طب إيه؟ انت دخلت 2010 تبع الحزب الوطني ليه؟ انا داخل في دايره مفتوحه يا بيه وناجح. ناجح بعصبيته وقبليتي. مش ناجح على ناجح على دراعي ده. مش حد مش نجحني ودايما نجحت في 2005 مع ذات المرشحين عشان تبقى عارف. طيب استاذ حمدي الفخاني كده يا استاذ وائل. 2010 وصمة عار على الشعب المصري. الدوائر المزوره يا عم البدري. مش في المداري ما حدش يزور فيها وانت عارف كده كويس. ما حدش يقدر يحط رجله في المداري يبقى بلد. عشان افهمك المداري دي انها مستوى ممتاز للصار. وانت تعرف ان احنا الحكومه ما قدرتش علينا وما فيش حد يقدر علينا غير ربنا. ما فيش واحد نجح. انا بكلمك في 2010 الا لا يا بيه. ده الكلام ده تقوله في الدوائر المفتوحه بتاعتكم بقى. خلي الاستاذ ثروت يكمل بقى. خلي المداري عائلات. استاذ عمر يا استاذ عمر لو سمحت. ما حدش يقدر يتعدى. طيب. عليها لو سمحت. ولا حكومتك دي كلها عشان تبقى عارف. واي حكومه قادمه. طيب. ما تقدرش على البدائل. لو سمحت مش عايزك تخبط كده علشان ده نوع لا بيه ما نوع من التخويف وعدم احترام للموجودين. لو لا سمحت. لا العفو يا بيه. لو سمحت عم البدري. طيب. انا مش عارف ماله شايفني انا ماله ومال القصه. خلينا بقى نكمل بقى مش بالصوت العالي. اتفضل يا استاذ صار. ايه يا عم البدري ماله؟ يعني انت هنا انا بقول لك يا عم من الصوت. القضيه سيبه بقى يتكلم. مش كده مش هينفع اللي انت بتعمله ده. يبقى كده مفيش حد. هنا انت انطلاقا من موقف شخصي كمواطن
دخلت في هذه القضية لسه مكلفا من أحد ولا مدفوعا من أحد ولا عبط من حد؟ والله يا فندم شعوري بأن أنا مصري ولازم على قد ما أقدر أن أنا أحافظ على البلد دي هو ده الشعور اللي دفعني ان انا افكر في حاجه زي كده. ما تدخلتش ليه في قضيه حل الحزب الوطني؟ ولقيت حضرتك جنب البيت عندك في الدور الثاني كده يا استاذ وائل. لو انت حضرتك الشعور الوطني ده ولا تولد بس في الشهرين اللي فاتوا؟ الشعور الوطني اللي بدا مع ما دخلتش ليه في القضيه اللي هي في بيتك؟ ما عند مجدي بيه العجاتي ده في بيتك. ايه ده؟ من حقه يتدخل في دي وما يتدخلش في دي زي ما هو عاوز. يا بيه النوايا يعني مش عايز يعني هو عبط. لا ما قلتش كده ومش انت ما تغلطنيش ما تحاولش. بص انت حبيبي يعني انت حبيبي وسوائل وفضل حياتك وخليك يعني خليك على فضل. طب ما نتكلم على احمد عز. انا عايز اضيف حاجه يا استاذ وائل. نتكلم على احمد عز. استنى بس شويه. انا عايز اضيف حاجه. احمد عز ايه علاقته بالله يا باشا؟ قول احمد عز ده كان المشرع بتاعه بس هو ساعد الايمن. على مهلك يا عم ما تقوليش الكلام دوت. ده انا من عيله بيه ومن بيه يا استاذ عمر. لا على مهلك عم البدري. لو سمحت من عيله. لا يا بيه على مهلك. ولا شايف حد في مصر كلها قدامي عشان عارف. طيب انا عايزك بس ندخل في الاشخاص. لا مش شايف حد قدامك. عايزك تبطل تخبط على طاوله الحوار لانه ده اهانه للناس. عذرا يا استاذ وائل. لكن لما النهارده ما تدخلنيش. انا ما كنتش تابع لحد بيه. طيب. ده انا بيه ابن بيه. خلينا نتكلم بس. خلينا نتكلم. هو كمل يا استاذ. هنا انت دخلت في القضيه كمواطن عنده موقف ان الحزب الوطني افسد الحياه السياسيه. ده دافعك فقط. هو استاذنا الكبير الاستاذ البدري فرغلي ما خليليش حاجه اتكلم فيها عن الحزب الوطني كحكومات فاسده منذ تاسيسه سنه 78 وهو كان بيتعمد ان هو يختار الحكومات الفاسده لتفصيل القوانين. كما بقول كده تاني سنه كام؟ 78 يا فندم. بس نشاه الحزب الوطني امتدادا للاتحاد الاشتراكي. كمل يا بيه. ايه دي ده كلام يا بيه. حزب الواحد يحكم مصر من 52. خلينا بس خلينا حزب الواحد يحكم مصر من 52. خليه يكمل يا استاذ صار. اتفضل. ففندم الحزب الوطني دوت مرض سرطان انتشر في البلد ولازم يبقى له وقفه. لازم الناس وعشان كده تدخلت في الدعوه القضائيه المتعلقه بمنع في سعادتك. في سعادتك حاجه اخيره عايز اضيفها. حاجه اخيره سعادتك عايز اضيفها. هو الحكم صدر يوم 6/5. استلمنا الحكم الصيغة التنفيذية يوم 6/5. سعادتك يوم 7/5 اتسرقت الصيغة التنفيذية. يوم 7/5 اتسرقت الصيغة التنفيذية وحررنا من الأستاذة تهاني وحررنا محضر رقم 5785 سنة 2014 جنح مصر القديمة. وطبعا ان شاء الله خلال يومين ثلاثه باذن الله هناخد صوره رسميه من المحضر وهنرفع دعوه تانية باستخراج صيغه تنفيذيه اخرى. ايه الهدف من سرقه الصيغه؟ عدم تنفيذ الحكم يا فندم. ان الحكم ما يتنفذش. عدم تنفيذ الحكم. دول سرقوا مصر ما يسرقوا الصوره يا عم. صل على النبي. والله وفي الاول وفي الاخر انت مالك؟ في الاول وفي الاخر ما يسرقوا. انا عايز كل ما ايدينا بيضه ونضيفه ما يتنفذش. انا عايز اقول حاجه. عايز اقول حاجه. الله ان احنا انا بس على سرقوا اللي صار. لازم نحترم القضاء المصري. وانا عشان نحاول نشرك المواطنين معانا قبل بسال بس الاستاذ حمد ايضا. علاء حكيم من اسيوط. علاء اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. اتفضل يا علاء. لو سمحت بس انا متحدث الاعلام التمرد اسيوط وبقول بس للاستاذ عمر هريد ان الصعيد كله بيتبرأ منه لانه اتكلم. يلا عدل يلا استاذ عمر. لا لو اتكلم بأدب يا ولد. لو سمحت اذا مش هحمي. اتكلم بأدب يا ولد. اذا مش هحمي المتحدث محترم اجي اقدمك. لو سمحت لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. يا استاذ لو سمحت. لا يا بيه على مهلك. لا انت لا يا فلندي مش عليا انا. لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. اتكلم بأدب يا ولد. اهو انت اتعلم الادب. انت بتنم عن اخلاق الحزب الوطني. مين يا بيه؟ مين ده؟ مين هذا النكره؟ اذا مش هحمي ضيف. مين هذا النكره؟ ما تتحمل كلامه. وريني مين هو يقول لي من انهي عيله ولا انا في لحظه. كمل يا علاء. كمل يا علاء. لا كمل يا علاء. وريني هذا النكر. لو سمحت يا استاذ عمر انت بتهين الناس كلها. يا راجل صلي على النبي. هي دي ناس. طيب اتفضل يا استاذ علاء. لا عمر لا يا بيه ما يصحش. لما يكون على مستوى من الادب يتكلم نسمعه. ده وجهه نظر. لو سمحت مين هذا الشخص؟ مين هذا النكره؟ الشعب المصري. الشعب المصري فوق راسي لما يبقى بيحترم بادب وبيتكلم بادب.
لكن هذا النكرة، انت قاعد من اسيوط يالا ولا من فين يالا؟ لا بقول لك لو سمحت يا استاذ عمر، اللغه دي مش لا هنا. لا يا بيه، لا دي مش لا هنا، دي تستخدمها. لا يا بيه، ده الكلام ده ما في الساحات الشعبيه والحوارات. لا يا بيه، انا بص يا باشا، علاء كمل، علاء كمل، تقول لي مش عارف ايه، تتكلم بادب هحترمك واحطك فوق راسي، تتكلم بقله ادب هعلى على رجلي واجي لك دلوقتي اسيوط، وانا نازل دلوقتي اسيوط ليك. طيب واعرف انت مين الحال. اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي يا استاذ عمر؟ لا يا بيه معلش، لغه لا يا بيه معلش، لغه بتاكد احنا مش حد هياكل علينا، لغه بتاكد ان الحزب الوطني كان يقول ان في محله يعني. كلمني في عيلتي وفي اسرتي وفي بلدي، خلي الراجل ده مين ده؟ خلي مين ده؟ اتفضل يا علاء، اتفضل، اتكلم بادب هسمعه. اتفضل يا علاء، اتفضل. مش هتكلم بادب انا عارف اديه ازاي. اتفضل يا علاء. عمر ما ينفعش. لا يا بيه على مهلك يا عم البدري، على مهلك. لا رد فعلك غلط. لا يا بيه على مهلك، انا غلط. لو سمحت، لو سمحت احنا يا انت تفكر احنا السياسه دي ليها لازمه معانا؟ ده احنا اللي ضفنا للسياسه، مش السياسه اللي ضافت لنا، احنا صرفنا عليها ملايين. بتكلم بكل ادب. انا حاسس ان طلعت حرب بتكلم. لا يا بيه طبعا، اللي يا باشا ايد نظيفه، اللي افسدوا الحياه. لا يا باشا ايد نظيفه، اللي افسدوا انت عارفه. خلينا لو سمحت نكلم، خلينا نتكلم يا سيدي، خلينا نحمي بس المتحدث. احميه بيه، احميه بالادب. علاء اتفضل يا علاء. تعالى ننتقد سياسه علاء. انا بعتذر لك، الخطا من عندي انا، انه للاسف الشديد ضيفي يستخدم هذه اللغه، فانا باسف لك. انا اتفضل يا علاء. يا استاذ وائل من فضلك، لو سمحت يا استاذ عمر، لو سمحت خليه يكمل. بيختار طيب اللغه التي تتناسب مع هذه اللغه. طيب علاء اتفضل. علاء اتفضل. انا عايز اعرف بس الاستاذ عمر هريدي حزب وطني ولا مش حزب وطني؟ معروف يا بيه، انا عمر جلال هريدي يا بيه من البداري. الاحزاب السياسيه منذ نشاه الحياه السياسيه في مصر من 52 لحد النهارده مفيش احزاب سياسيه يا سيدي. اذا كنت انت مش قاري التاريخ الريوله. ما تخليه يكمل بس. فين الاحزاب السياسيه اللي انت بتتكلم عليها؟ خليه يكمل لو سمحت. لو سمحت عشانها مسرحيه. والله إن الناس بتسمعك دلوقتي يقول لك الحزب الوطني كان يجب ان يسقط بسببك. يسقط الحزب الوطني ويسقط اي حاجه. انت وجه مناسب، وجه مناسب لما حدث الحزب الوطني. ده الحزب اللي سعالي مش انا اللي ساعدته. علاء اتفضل. علاء عشان مصالح الناس. اتفضل يا علاء. اتفضل يا سيدي. عايز بس الاستاذ عمر يرد عليا. المعروف ان هو لديه ليست لديها اي قاعده شعبيه في البدائر، ومعروف ان هو ناجح ازاي يلا وطني. يا ما بلاش اللغه دي. ناجح ازاي يا ابني في 2005 يا ابني؟ انت مين يلا؟ قول لي انت مين؟ انا مش عارف انت مين. انت لو تقول لي مين انا هعرفك مين ابوك ومين امك وانت من فين. إيه؟ لا 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 قول لي انت لا 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 مين؟ لا لو سمحت. ما انا مش عارف مين. علاء 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 انا يا بيه قول لي مين ده. انا بعتذر عن اللغه السوقيه لضيفي، واطلع فاصل. اطلع فاصل يا بيه معلش، بسبب اللغه السوقيه لضيفي للاسف. هو انا عيل ملوش لازمه يجي يعلم على عمر هريدي على الهواء؟ عمر الناس سامعاه.